عايزه حضرتك تبيني فيديو انا مهمه جدا. هذا الفيديو بتاع حضرتك الانسحاب القوات العسكريه من العالم الاسرائيلي من طرف. وفي طبعا حاجه انا شغاله يوم خارج وحيد روح الشعب المصري، يوم لا يُنسى، يوم استرداد صعبة وعودتها إلى أحضان الوطن الأم، يوم رفع رئيس حسني مبارك علم مصر أصوات معالي فوق الرقابة معلنا للعالم أجمع استرداد آخر نقطة حضور المصري وتحية لتسلط على كلمة. على بركة الله. من حدث من الأحداث الهامة التي كانت كان عليه الوطن الوطني المصري بل على مدان الوطن العربي. فبالرغم من أن طاب فترة طويلة من الأرض لا تتجاوز مساحتها 1200 متراً إلى أن المساحة كانت ترى دائما ولا تزال أن أرض الوطن لا تقبل الأسرقة ولكن حدث الأمم في منطقة أخرى تمثل مصر كلها لأنها جزء من قلوبها فطاب هو أمر للرسالة المصرية. Thank you.
13 من يناير من عام 86 حينما وقعت إسرائيل على مشاركة التحكيم استجابة لرؤية المرض المصرية. وبالتالي التقلت المفاوضات بين الجنوبين والتي دارت بالتنافس بين مصر وإسرائيل إلى قدر جديد من أقوالها، وهو محاولات الاحتياط مشاركة التحكيم والاتفاق على تفصيلاته. قبل أهمية البعد الوطني والقومي لقضية طه، أصدرت القيادة السياسية قراراً بتشكيل الهيئة القومية العليا للفوضى. وقدم فيه لجنة أبرز الفتاة الوطنية في التاريخ والجغرافيا والقانون، وكان تشكيلها ظاهرة حضارية في تاريخ الدبلوماسية المصرية. كانت على عاتقها إدارة صراع مهم للقضية من الألف إلى الياء، مستشرة بتوجيهات الرئيس. وبعد عام كاملين من بداية الجلسات في 29 سبتمبر من عام 1988، كان العالم أجمع على موعد لمشاهدة الفصل الأخير من ملف قضية طه. وفي جلسة تاريخية وفي قاعة البرلمان بجنوب، أعلن القاضي السعودي غنار مابازان رئيس هيئة التحكيم الدولي، أعلن الحكم الذي صدر بأغلبية أربعة أعضاء ومعارضة عضو واحد هو نسل إسرائيل. جاءت نتيجة التحكيم مؤيدة للحق المصري في طابة، وتضمن مطلوب الحكم أن نواجه طابة بأكمله وبما عليه من إرشادات سياحية ومدنية أو ضمن مصرية معتمدة. وأنا الإنسان العميق لنسل الوطنية بكتاب بناء السلام على أرضنا. إن الطرف العالمي لن يكون أبدا هو الهدف المنتهي. إن أهداف السلام هي إرادة خالصة بالإيمان والتصديق، وهي شروط تتضاعف. Gracias.